لأنه ابتسامة أطفالنا هي سر من أسرار السعادة بالنسبة لنا، فلابد أنه تكون هاي الابتسامة جميلة والأسنان تكون مرتبة. ولكن الأهالي كثير منهم ما بيعطوا اهتمام لأسنان الأطفال بالبداية باعتبار أنه هي ممكن تتبدل وتتغير، ولكن اليوم في عادات فموية خاطئة عند الأطفال ممكن تسبب كثير من المشاكل يا غشا. أكيد هذه، ومن ضمن هدول الأخطاء اللي ممكن الأطفال اللي تعودوا عليها ويكبروا عليها وتصير هي جزء من عاداتهم اليومية، ابتداء من قضم الاظافر للاصبع اللي بنشوف كل طفل عنده هيك هي الحركه الاصبع، او اللهايه او اللهايه صحيح. يعني في ناس كثير بتبتعد عن موضوع اللهايه كرمال صفه الاسنان، وايضا حالات صرير الاسنان اللي ممكن تصير عند الاطفال ونجاهلها الى تاثير جدا سلبي على بنيه الاسنان. اليوم رح نروح مع ضيفنا لنتعرف على اهم الاخطاء اللي ممكن يرتكبها الاطفال ونحن مفروض ننتبه لها كرمال ما تاثر على الصحه الفمويه، وايضا شو هي اهم طرق العلاج. وضيفنا لليوم هو الدكتور احمد جلال، اختصاصي بالامراض الفم والاسنان. يسعد صباحك حكيم. يسعد صباحكم، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك يا صباح الورد. هلا. خلينا هيك بالبدايه، خبرتنا انه عندنا عادات كثير خاطئه فمويه عند الاطفال ممكن تسبب مشاكل بالاسنان، خلينا نوضح واحده واحده. هلا اول شيء خلينا نعرف مفهوم العاده الفمويه. هي عباره عن ممارسه ثابته ناجمه عن تكرار سلوك او تصرف معين لفتره من الزمن، فتصبح بحكم العادة. هلأ بالبداية هي بتكون تحت وعي الطفل وبإرادته الكاملة، ومع الوقت ومع استمرار تكرار هذه الحالة بتتحول لعادة وتصبح غير إرادية. نحن المشكلة الأساسية أنه لها تأثيرات جدا ضارة على تراكيب الوجه، على الأسنان أو طبقات الأسنان، إلى تأثيرات ضارة على المفصل الفكي الصدغي وكثير من الأضرار السنوية الأخرى. هلأ نحن الفكرة الأساسية أنه شو المغزى، أنه ليش الطفل بيلجأ لهي العادات. خلينا نقول السبب الأساسي الإجهاد والتوتر النفسي اللي بيكون موجود عند الطفل، فيلجأ إلى تفريغ الطاقة الكاملة التي لديه عن طريق هذه العادات. يعني رجعنا ربطنا بفقرتنا الأولى، هي حالات الغضب وطريقة التفريغ. تقريبا كل شيء، أي شيء جسدي بيكون أساسه أو سببه نفسي بالدرجة طبعًا. الأولى. طيب دكتور، اليوم يعني هي حالة طبيعية وفطرية، ونحن بجوز بيلفتنا هذا الطفل بضل إصبعته حاطة بتمه بيستهوينا منظره هيك كطفل يعني، ولكن نحن هذا الحب عم نأثر عليه سلبا. إذا بدنا هيك نعمل صورة عامة للأخطاء اللي ممكن يرتكبوها الأطفال ونحن عم نسقف لهم لأنه نحن بنحب هذا الطفل الكيوت قدامنا. هلا نبلش بأهم عادة، عادة مص الإصبع. نعم. طبعا دراسات اكتشفت أنه الجنين حتى في الشهر الثامن بيقوم بعادة مص الإصبع. هلا هي بتشمل بشكل أساسي معظم الحالات مص أصابع اليدين، وفي بعض الحالات يلجأ الطفل إلى مص أصابع القدمين. الحالة هي تعتبر ضرورية طبيعية حتى الأربع لخمس سنوات، بعد ذلك الوقت تصبح هي الحالة غير طبيعية. طبعا هي بتكون بوعي وإرادة الطفل مثل ما حكينا بالبداية، وبعد ذلك يعني تصبح لا إرادية. هلا إذا نحن بدنا نجي للأسباب، الأسباب بالدرجة الأولى نحن نعرف الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة بيعتمد على الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية عن طريق الرضاعة. وقت ما بيكتفي الطفل بهذا الأمر فيلجأ إلى تعويض عدم الاكتفاء بهي العادة. الأسباب النفسية تلعب دور، يعني ممكن تكون عادة مص الإصبع هي إشارة للفت النظر، خصوصي مثلا على سبيل المثال دافع الغيرة، يعني مثلا بنولد مولود جديد ضمن العائلة فبيحاول هذا الطفل يلفت نظر الآخرين عن طريق عادة مص الإصبع. في ايضا اسباب اخرى قد تكون، يعني الطفل وقت ببلش بيحتك بالمجتمع. أيوة. بفوت على المدرسه ببلش يختلط مع المجتمع، فطبعا بيكون بيشعر بشعور عدم الامان. تمام. فبتكون العاده بهي الحاله كاحساس بالامان ضمن هالاجهاد او هالضغط او هالخوف اللي هو عم يحس فيه. طيب خلينا ننتقل لثاني عاده، العض على الشفة عند الأطفال، شو أسبابها وش ممكن تأثر بشكل سلبي على صحة أسنانهم؟ بالنسبة للعلاج كمان خبرتنا أنه صحيح أنه العادات كثيرة ولكن ربما العلاج يكون واحد. تمام. هلأ عض الشفة أو مص الشفة، ممكن عض أحدى الشفتين أو كلتاهما أو مص الشفتين نفس الأمر. خلينا نقول السبب الأساسي نفس الأمر تماما، الاعتياد على الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية، وبالتالي نفس الأمر عدم الاكتفاء بهذا الأمر فبيلجأ إلى تعويض النقص اللي صاير بالرضاعة.
صح دكتور. طيب اليوم حكينا عن هذا العرض، ولكن نحن اليوم كأهالي يعني مفروض ننتبه بعمر معين انه انا ابني عم يمارس بعض الخطوات الغير صحيحة ممكن تأثر على بنية الأسنان عنده يعني. والمشكلة انه الطفل بس تعود على عادة صعب انك تغير له اياها، خاصة بعمر محدد. يعني اليوم كيف الأم ممكن تتعامل مع طفل رضيع هو عم يشتغل هيك حركات يعني من عنده وما انه قادر يتفاهم مع المحيط اللي جنبه اصلا؟ طيب هلا نحن خلينا نضرب مثال صرير الاسنان. صرير الاسنان نحن مثل ما بنعرف هي قوه شد واحتكاك غير طبيعيه بين اسنان الفك العلوي واسنان الفك السفلي. تمام. هذا الاحتكاك في كثير عاده مشتركه حتى عند البالغين. تمام. والله موجوده يا موجوده حتى عند البالغين. مش عم تطلع فيني يعني. هو موجوده عندنا يعني. كلياتنا. الفكره انه كثير من الناس ما بيشعروا بانه هن عندهم عادة صرير الأسنان، لأنه هي بتصير بشكل أساسي بالفترات الليلية أثناء النوم. تمام؟ فهلا نحن الطفل بنراقبه، إذا نحن بنعرف كيف إذا عنده صرير أسنان أو لا، فممكن نسمع صوت الاصطدام أو اصطكاك الأسنان أثناء النوم. ممكن نلجأ للطبيب لفحص هاي الأسنان، وبالتالي هو من شكل الأسنان والحدود القاطعة بيعرف إنه في عندنا هاي العادة أو لا. تمام؟ فالفكرة الأساسية بتكون بالمراقبة، خصوصاً بمرحلة الطفولة المبكرة. تمام؟ بنحاول نحن يعني الفكرة الأساسية بدنا تفهم ووعي من قبل الأهل ومن قبل الطبيب، لازم يكون في تعاون، لازم الأهل يكونوا على دراية تامة وعلى وعي تام أنه في عنا مشكلة ولابد أنه نحن نعالجها، يعني ما نطنشها، ما نعتبرها هي شيء عابر، ما نسكت عليها. تمام؟ فوعي الأهل هو الأساس والاستعانة بالطبيب. تمام. طيب دكتور خلينا نكون واقعيين اليوم، أكيد إذا الكبار عندهم تخوف من دكتور الأسنان فما بالك بالأطفال اليوم. طب أنا بداية بأي عمر لازم أخذ طفلي على طبيب الأسنان كرمال شيك على أسنانه أعرف إذا في عنده مشاكل معينة؟ خبرنا أكثر. يعني هلأ فينا نعتبر تقريبا من سن السنتين أو ثلاث سنوات ونحن طالعين. تمام, تمام؟ هلأ في كمان نحن في عادات أخرى مثل قدم الأظافر على سبيل المثال، كمان هي عادة بتشترك مع الصرير بالسبب. الأسباب بتكون بالدرجة الأولى نفسية. صح. لتفريغ التوترات والضغوط الداخلية الموجودة. تمام. المشكلة أنه الأذى ما بيشمل فقط الظفر، وإنما أيضا قد يؤدي إلى تشوه المنطقة الجلدية المحيطة بالظفر، واحتكاك الظفر مع الأسنان. تمام. ممكن يؤدي إلى تشوه بالحدود القاطعة للأسنان، يعني ممكن نشوف نحن في عندنا نوع من التثلمات. تمام. أو التشققات ضمن الحدود القاطعة للأسنان. أيضا هي بتفوت مع صرير الأسنان ضمن المشاكل النفسية. تمام. في بعض الأسباب خلينا نقول الفيزيولوجية مرتبطة اليوم أو عم يربطوها بصرير الأسنان، مثل المشاكل التنفسية على سبيل المثال. تمام. وأيضا الدود الدبوسي أو مسمى بالحرقوس تواجده ضمن الأمعاء اليوم في ناس بتقول أنه أو في علماء بيقولوا أنه ممكن يكون سبب في صرير الأسنان. هلأ في شغلة تانية كمان موضوع جدا مهم، التنفس الفموي. نحن بنعرف أنه التنفس الطبيعي بيكون عن طريق الأنف، ففي حالة التنفس الفموي عم يتم التنفس عن طريق الفم. تمام. وبالتالي يبقى الفم مفتوح لفترات طويلة. هذا الموضوع يعني خلينا نقول كأسباب. تمام. في له عدة أسباب. في ممكن تكون الأساس هي المشكلات التنفسية اللي هي مثلا انحراف الوتيرة، ضخامة الناميات والقرينات، وعدة مشاكل تنفسية ممكن تكون هي سبب بهذا الموضوع. تمام. فتشخيص هاي الحالة تحديدا يتطلب التعاون مع طبيب الأذن والأنف والحنجرة لتشخيصها بشكل صحيح. تمام. طيب دكتور اليوم في بعض المعلومات الشائعة يعني وهي بالمصطلحات الطبية هي خاطئة، يعني مثل ما عرفنا من كثير من أطباء الأسنان أنه بيكون الطفل بعمر معين ببلشوا يغير بأسنانه، فبهي الفترة بيكون في عادات كثير سيئة لإله. بتقول لك الأم مثل ما ذكرت حضرتك بأول حديثك أنه هاي أسنان لبنية رح تتغير رح يرجع بدل سن جميل مستقيم، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن بنية سنية، صح هذا الحديث؟ خلينا نحكي عن هيئة التأثيرات، واليوم قد ايه مهم بتتابع الأم حتى لو كانت الأسنان لبنية؟ هلا الفكره انه نحن بدنا ناخذ بالعين الاعتبار، هلا في بعض الاشخاص بيقولوا انه والله مثلا عنده اسنان لبنيه فما في داعي نعالجها لانه هو حيبدلها. تمام. لكن في اسنان بتستغرق فترات طويله لحتى تتبدل. تمام. يعني ممكن تكون للشهور وسنوات، فهل يعقل انه الطفل يفقد هذا السن ويضل هو بدون اسنان لبين ما تجي مرحله التبديل؟ فهذا امر خاطئ، فلابد انه ملاحقه الامر من بدايه النخور.
تمام. يعني ما فينا نحن نقول اذا سن مؤقت او لبني فنحن بنهمله وما بنعالجه، لانه هذا الطفل حتى له تاثيرات اجتماعيه، يعني ممكن يروح المدرسه يكون المنظر جدا سيء بالنسبه له او بشع ويتعرض للتنمر انه هو فاقد لاسنان معينه. فاذا لابد من الاهتمام، نحن نراقب النخر في بدايته قبل ما نوصل لمرحله خلينا نقول تاذي العصب، حتى لانه في حتى عند الاطفال في شيء اسمه بتر اللب او معالجه الاعصاب، يعني موجوده ايضا عند الاطفال ولكن بطريقه مختلفه من عند الكبار والبالغين. فاذا لابد من مراقبتها ببدايتها، تمام، بالاضافه لتدعيم اسنان الطفل بالفلورايد على سبيل المثال، تمام، لتقويته، الاهتمام بغذائه، تمام، من اجل زياده التكلس بشكل جيد. تمام دكتور. كمان في من العادات اللي بنسمع عنها او بنشوفها اكيد بشكل كبير، الاطفال اللي بتحط الالام بتم ان كان بالبيت او حتى بالمدرسه، ده في الى اثر سلبيه كمان. هلا نحن هي بتندرج ضمن نطاق العادات اللي حكينا عنها. نحن بشكل عام هي العادات في الى عده مشاكل بتاثر على تراكيب الوجه مثل ما حكينا، على المفصل الفكي، مشاكل التقويميه، يعني القلم مثل الاصبع، تمام، اذا كان نحط بين اسنان الفك العلوي واسنان الفك السفلي، تمام، فراح يصير في عندنا شيء اسمه عضه مفتوحه اماميه. طيب دكتور، اليوم هيك بنصائح ممكن نتوجه لها لكل الامهات، وحتى نحن اليوم يعني ان كان صرير الاسنان انها هي حاله عامه عند الكبار وعند الصغار، انا بعرف اشخاص لهلا بيمسكوا خصله شعرهم بتضل بتمهم، يعني يعني بيأثر على الشعر وبيأثر على الأسنان بعمر كتير كبير. اليوم وانت قلت اليوم هي قصة نفسية يعني وتعودوا عليها، يعني اليوم إذا بدنا نتوجه هيك لكل حدا عم يشوفك اليوم، للأمهات والآباء اللي هنون مسؤولية هذا الطفل، يعني شو أهم النصائح لليوم؟ هلا نحن إذا بدنا نجي نعالج هي العادات، تمام، ففي عدة طرق للمعالجة. الطريقة الأولى هي النصيحة، وطبعا هذا الأمر بده يعتمد على وعي وإدراك الطفل، يعني ما فينا ننصح طفل رضيع او طفل بعمر مبكر ما عنده وعي، ما عنده ادراك للمرحله او المشكله اللي هو فيها، فهي بتكون عاده عند الاطفال بيكونوا اكبر بالعمر وبيكون في عندهم ادراك اكبر، تمام. فبيجي الطبيب وبيجتمع مع الطفل وبيشرح له الاضرار والتاثيرات السلبيه وشو ممكن تعمل وتاثر على صحته والى اخره. الوسيله الثانيه في عندنا شيء اسمه التسكير، نحن اهم نقطه ما بدنا نبين للطفل انه نحن عم نهدده او بدنا نعاقبه، نحن لازم مجرد تسكير فقط. يعني مثلا هو بيمصل الاصبع فبنربط شريط لاصق على سبيل المثال لحتى يتذكر انه ما هو ما لازم يقوم بتاديه هاي العاده. وسيله العلاج الثالثه هي الهدايا، هي طبعا نحن كبار وصغار بنحبها، يعني هي نوع من التحفيز، تمام. فالهدايا ما مو شرط تكون هي يعني غاليه الثمن، تمام، لكن تكون مناسبه للموقف لحتى يتحمس الطفل على الترك. طفل بينبسط ولو بتشيبس، يعني اذا بتقول له بحب القصه. طيب يعني هلا هلا بهالجيل هذا ما عم يقبل. انا بقبل دكتور. اخر بس اخر نقطه بس بحب اختم فيها، تمام. نحن في حال فشل كل الوسائل السابقه نلجا الى استخدام اجهزه معينه، يعني مثلا مثل عاده صريق الاسنان على سبيل المثال، في شيء اسمه مثل جهاز مطاطي، تمام، بيحطوا الطفل اثناء فتره الليل او حتى البالغ لمنع احتكاك الاسنان. بس مزعج دكتور الامانه، هو مزعج يعني. يعني نحن هاي تقريبا الوسائل المتاحه. بس هو يعني مزعج، يعني مزعج للشخص الكبير يعني اللي هو قدران مستوعب حالته، فكيف لطفل اليوم بدك بجوز الامهات تراقب طفله كل الليل؟ يعني بشكل عام الشغل الاسنان كله على بعضه مزعج، ما في شيء، ما وقفت على هذا الموضوع. صريح من ده ما للاسف هلا عم نعاني، اول واحد ما بيفوت لعنا بيقول لنا نحن ما انا ما انا جاي بحبكم، جاي حالكم انا ما بحبكم، تمام. فما وقفت على هذا الجهاز المطاطي. اكيد يعني تفاصيل كثير مهمه ونصائح طبيه من حضرتك. كنت معنا الدكتور احمد جلال اختصاصي بامراض الفم والاسنان، اهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. شكرا دكتور. نحن اكيد بالنهايه بنحب الجميع كل الاختصاصات الطبيه، ولكن هي عاده انتشرت بين الناس وبدها بحاجه لوعي وثقافه اكثر لصحه الاسنان. شكرا لك دكتور ولحضورك اليوم، صباحك هيك ابتسامه حلوه على طول. الله يسلمك. شكرا، اهلا وسهلا.